مفتوحة. أنا خايفة. أنا هيا قومي خليني ألعب فيه. هذي مالي. ومالك. هذي مالي. روحي. أريد سكوتر. يلا أعطيني. لا هي بس رابا بس رابا. أنا عندي فكرة. شو رأيكم بالدور بالدور؟ ما تدخل. عيب. ليش تعلقين علي؟ ليش تضحكين علي؟ انت ما يخصك. يلا روحي. انا ما يخصني. انا ما يخصني. زعلت. بيبي يلا هيا انتي دور دور. شكل داني كان يضحك. ليش هم يضحكون علي؟ انا يذوب ادلهم. دانا تبكي. دانا شوفيك. شوفيك يا دانا. ليش تصيحين؟ انا وايد مضايقة. ليش يا دانا؟ فضامي وايد مو يزعلوني وتم يضحكون على كلامي. دانا عشان هذي تبكين لازم تسامحيهم، تراهم اطفال. ليش كل هالدراما؟ بس وايد ضايقوني يا لولو. يلا لازم تطنشين وما تهتمين، خلنا ندخل البيت. طالع لي بنظارات مو حلوة. شو هالأوفر يا دانا؟ لازم تطنشين وما تهتمين، خلاص خلنا ندخل البيت. وبعدين هيا شيل نظاراتها. دانا شو هذي؟ شو تشوفين؟ هذا عدنان ولينا. تشبهين الشرير. لا أنا ما أشبهها. تشبهينها. ها أنا أشبهها؟ أنا ما أحبكم. يلا هاي هاي تعالي تعالي يا بنت، ليش تصيحين؟ خوفتيني. تعالي تعالي عدالي. ليش انتي حزينة؟ ليش تصيحين؟ صوتك ما شاء الله لآخر حارة. مزعجة وحدة أقصد. أنا يعني خبريني شوفيك بساعدك حبيبتي. كلهم يعلقون علي وأنا ما أتحمل. وليش ما تردين عليهم؟ ليش ساكتة بس فالحة تصيحين؟ ما أحب أخاف أزعلهم. شوفي أنا بقول شيء يمكن هالكلام يزعلك. لا تقولي، أنا ما أريد أضايق. سكتي مزعجة. صيحي بعيد عني. شو هالصوت ما شاء الله؟ شوفي لو تبين تعرفين إذا هم يحبونك أو لا لازم تبعدين عنهم وما تكلميهم، وإذا سألوا عنك يعني يحبونك، وإذا لا يعني أنت ولا شيء. أنا ولا شيء. يو بدأت صياح. مع السلامة. مشيت من عدالهم وما حسوا علي. لازم أبعد عنهم. بس وين أروح؟ شو تقصد ليلى؟ لازم تبعدين عنهم وما تكلميهم. شو يعني أبعد؟ خلاص أنا ببعد بعيد. ها؟ بعدهم ما حسوا فيني ولا نادوني، يعني أنا مو مهمة. خلاص أنا أكيد بروح بعيد.
أصلاً هم ما يهتمون فيني، ليش أجلس هني؟ شو أسوي خطة؟ لازم أفكر صح. أنا أعرف الصديقة اللي تهتم بصديقتها وما تزعلها. هذه لا مو بصديقة أصلاً ولا شيء. أنا أحسن أكون وحدي، ما أريد أجلس وياهم، بس هم ما يعرفون أنا شو أفكر. خلاص لازم أنزل وأخبرهم كل شيء. ها الباب ما يفتح، ها ما يفتح حتى. افتح الباب، افتح الدريشة، اسمعوني. أخاف أهلك في هذه السيارة، أنا مو راضي أقعد بروحي، زعلوني. أنا خايفة. أنا تذكرت ان امي قالت لي ان لو احد حبس في السيارة بس يدق الهرن. وقلت نفس وايد، السيارة وايد حر. شو صار منو في السيارة؟ منو في السيارة؟ هذه دانا، كيف دخلتي هني؟ دانا بسرعة تعالي. دانا انت بخير؟ شو يا دانا، ايش دخلتي السيارة؟ لو انك ما دقيتي هرن كنا ما سمعناك وخليناك هني. بس الحمد لله يا دانا انت شاطرة، يلا انزلي. ها؟ أنا شاطرة؟ هي يا دانا أنت شاطرة، خذنا عليك يا دانا. ربي يحفظك يا دانا، يلا تعالي. ها؟ يعني أنت تحبوني؟ نحبك يا دانا. هي دانا ليلى، خاف عليك وايد. ربي يحفظك يا دانا. بس أنت تزعلوني. هي دانا نحن نحبك، مو بشرط كل كلمة تركزين عليها لأنك بتتعبين، ترى أنت وايد بتتعبين. أنا حساسة. الحساسية اللي فيك حلوة، وحلو ان الانسان يكون عنده احساس وطيبة في قلبه، ولكن ما ياخذ كلام الناس كلها على محمل الجد. بس انا ما راح اتغير ولا اقدر. هذه حدة الضعفاء يا دانا، كل انسان يقدر يتغير ويتعايش مع الحياة. انت قوية وتقدرين تتغيرين باذن الله. يعني انت تحبوني؟ هي يا دانا. يا أصدقائي، لا تأخذوا كلام الآخرين على محمل الجد دائما، فكلام الناس قد يكون جادا وقد يكون مزحا. كونوا أصحاب أحاسيس لينة ولكن قوية. عجبكم هذا الفيديو؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسون الضغط على الانستغرام والتيك توك وسناب شات. باي. الحين أنا بحولك لبنت صغيرة. الموت حر. هي والله دخل الصيف بسرعة، بس الحمد لله أنا ما أهتم بالحر لأني أنا ألعب وأركض بسرعة، بس مو مثلك ما تعرفين تركضين بسرعة. ها شو قصدك؟ أسفة، بس أنتي بطيئة شوي، بس تبين أقول أو لا؟ قولي شو فيني أنا؟ هي أنتي رجلك معوجة ومقوسة، عشان شي أنتي ما تعرفين كيف تركضين. ها منو قالت يا دانا؟ سمعت امك تقول حق امي، بس ما عليه الله يشفيك. انت وايد متكبر، انا ما بكلمك. انا قلت انا عادي العب معك. شو انت ما عندك مشط؟ شو
شوفي شعري أنا ناعم الحمد لله. شوفي أنا شعري الحمد لله شعري ناعم. أنا أحسن منك يا منكوش الشعر. أنا شعري حلو. يلا يلا ضيعتي وقتي، أنا ما أريد ألعب مع أحد شعره منكوش. شعري حلو. ليش أنا مش ناعم؟ أما شعر ده أنا ناعم. أنا ما أدري مش طعم. دانا ليش تضحكين؟ ترى السالفة اللي أقولها ما تضحك. شوفي شوفي هاي تضحك من قلبها بدون أسنان. خلاص خلاص أنا عرفت كيف بيكون شكلها أول ما تصير عجوزة. شو تحبين أعطيش أسنان؟ دانا أنتي شو يخصك فيها عيب؟ ولا شيء، أنا بس مصدومة من وضع الضحك اللي ما لها داعي. يلا صحيح ثاني مرة يلا عشان أشوف. تروي للناس لا رويهم رويهم عشان ينادوش عجوزة. الله يا دانا انت وايد تستصغرين الناس وتشوفينهم دايما أقل منك. الله يعينك على نفسك. والله يا دانا يا ريت يصير لك مثل ما صار القصة اللي قالت لي إياها يدتي. زين شو القصة يا لولو؟ قصة العجوز اللي يحول المتكبرين إلى ناس صغار عشان يعرفون حقيقة نفسهم. عجوز يحول ناس صغار؟ شو هالخرابيط ما أصدق. تعبت وأنا ألعب بقعد. هاي يا دانا، أنا العجوز اللي قلتي عني خرابيط. أنا آسفة بس أنا ما كنت أعرف إن أنت حقيقي. الحين أنا بقوم، خليني بحالي. لا لا تعالي واجلسي الحين. كيف أخليك في حالك وأنتي ما خليتي حد في حاله يا متكبرة؟ والحين بخليك تعرفين حقيقة نفسك، بحولك لبنت صغيرة. الحين أنا بحولك لبنت صغيرة. ها شفتي شفتي كيف انت الحين صغيرة؟ يلا خليك تعرفين حقيقة نفسك. مع السلامة. دانا جرحتني اليوم. هي حتى انا حد دانا هي متكبرة. صح كلامك يا هي، هي وايد متكبرة. صح انا زعلت منها لكن رايها ما يهمني، هي ما تعني لي شيء. هي صح كلامك، هي وايد. لولو لولو اسمع صوت من منو؟ لولو لولو صح اسمع حد يتكلم. لولو شوفوا هذه دانا، هذه انت يا صغيره. لا 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 انا ما سويت لك شيء. شوفوا دانا ليش انت بتحبيني؟ رايك ما يهمني. رايي من راحت. هيا ها قلتي اسناني منكسره. ها هيا انتوا ليش ما تحترموني؟ لا 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 تعوريني. لا 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 يا فطامي انا ما كنت اقصد ان انا كنت اقول لك ان انت شعرك كشه. انت ما تخليني العب كره لان قلت لي انا كشه. متعورة. لا 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 ل
نلعب كرة كذا صار شيء مش حلو. لا 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 لا. بسم الله. وين العجس راح؟ شكلي أنا أتخيل. هذا حلم ولا خيال؟ ما أعرف شو صار فيني. ها صدق ما حد يهتم برأيي؟ وأنا أحسب كل الناس يحترمونه. شكلي فعلا متكبرة. أنا بروح أعتذر لهم. يا أصدقائي، المتكبر الذي يرى الناس صغارا يرونه الناس صغيرا. وتذكروا أن الجنة لا يدخلها من يحمل في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا لكن هذا الفيديو